دار ضيافه يجي هنا سابقا هذا كان قاع قاع المر صدام حسين يجتمع بالشيوخ العشائر هذه اهل تكريت وخصوصا اهل العوجه. بعد ذلك جابوا صدام حسين هنا دفن. قبل لا ندخل التكريت داعش كان هنا متمركز. طبعا بعد داعش هو يجي هنا يقرا له فاتحه هذه ما نعرف. فبعدين ماكو حل يعني ما تقدر توصل هنا قناصين يعني اذوا الحشد بصراحه واذوا الجيش العراقي. فالطيران العسكري ضرب هذا القبر.